اتفضل. مساء الخير، مبسوط جدا ان انا موجود مع حضراتكم النهارده، ومبسوط ان وجود استاذ اشرف عبد الباقي بجد حقيقي. وبنتهز الفرصه ان انا حابب ابارك لك على مسلسل جوله اخيره، مسلسل حلو جدا جدا. واعتقد من وجهه نظري الشخصيه ان المسلسل ده عمل نقله كبيره جدا جدا في مسيره حضرتك الفنيه. وبحب جدا لحضرتك فيلم على جنب يا اسطى، اي نعم الفيلم ده برضو ممكن ما يكونش حقق ايرادات زي ما حضرتك كنت بتقول، بس الفيلم ده جميل جدا جدا. وفيلم برضو بوبس مع استاذ الزعيم عادل امام، طبعا الله يخليك. وكنت عايز بس اسال حضرتك، ممكن ان شاء الله مثلا الفتره اللي جايه باذن الله يبقى في مشروع زي مسرح مصر برضو حضرتك بتقدم فيه مواهب جديده ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ ربنا يكرم. انا بعد مسرح مصر عملت كذا تجربه، منهم اللي هي جريمة في المعادي أو مسرحية كلها غلط، دي كان كلها شباب جداد، وكنت أول مرة أعمل فرقتين. كان من الحاجات اللي استفزتني جدا برة إن أنا أروح أتفرج على عرض، العرض ده مثلا معروض في أمريكا، أروح لندن ألاقي نفس العرض، أروح فرنسا نفس العرض. يعني إذن الفرقة طبعاً. الفرقة الأساسية عندها أو الشركة عندها كذا فرقة بالزبط. ودي بتعرض هنا ودي بتعرض، فكان نفسي اعمل ده. فعملت فرقتين لجريمه في المعادي، فرقه بتعرض يوم وفرقه بتعرض يوم، وكان نفسي الف في مصر. عشان اللي جاي جاي للمسرح وللفكره بالظبط، وعارف ان اللي بيشتغلوا كلهم شباب جداد، شباب جداد. فبقينا نعرض في المنيا، مش في المانيا، في المنيا والقاهره، في بورسعيد. ما انت عندك طقمين. عندي طقمين تعرض في نفس الليله، نفس الليله هنا وهنا، هنا وهنا. فده كان حلمي، بس للاسف يا دوبك انا رحت المنيا واسيوط وبورسعيد. وبعدين حصل ايه؟ ما فيش، يعني مفيش. الصعوبات اللي كانت بتقابلنا يعني. بس انت بتعمل، بتحط البذره. انت بتحط البذره. طلعت اربع مرات، اربع فرق، اربع ايه، باميه، اربع بتوع باميه. اربع طبعا بتوع. السنه الجايه هطلع 8 و10 و15 ودي قاعدين نستنى. ده حصل في الليمون. حصل في الليمون؟ لا، شجر الليمون دي بتبقى شجره الليمون دي تبقى تحفه. ده بيسموه ايه، اول انتاج ده اللي هو بيبقى قليل، بعد كده يبقى اكتر. الليمون ده حاجه ثانيه. وكان في هديه بس كنت حابب العصافير بتاكلها. بقول لحضرتك كان في هديه كنت عايز اديها لحضرتك، اتمنى تعجبك ان شاء الله. هديه كنت جايبها لحضرتك، اتمنى تعجبك ان شاء الله. والله اكيد هتعجبني. ده ما انت مش هتقدر تطلع لنا. لا، من كده كده، من بره كده. ايوه، يا سلام، شكرا، الف شكر. شكرا، الف شكر، بشكرك جدا، بشكرك جدا، الف شكر. انا بتشرف ان انا يعني في لقاء مع حضرتك، والله، لان انا بحب حضرتك جدا. الله يبارك. سؤالي لحضرتك على مدار مشوار حضرتك الفني، اكيد قابل حضرتك صعوبات كتير واحباطات كتير، حضرتك كنت بتواجهها ازاي؟ ويا ريت توجه حضرتك نصيحه للشباب دلوقتي في ظل يعني بيجي لهم احباطات كتير، بيبقوا مش قادرين يواجهوا الحياه، فحضرتك يا ريت توجه لهم كلمه. هو يعني انا لو جيت خصيت مجال الفن وقلت قابلت فيه صعوبات، الجمله دي بتستفز ناس كتير، وفي مهن تانية فيها صعوبه اكتر بكتير قوي من مجال الفن. يعني انا ايه الصعوبه اللي انا بقابلها في المجال الفن؟ ان انا ممكن ابقى بقعد 12 ساعه، بقعد 18 ساعه، احيانا 20 ساعه. انا لو بشتغل في اي مجال تاني وعايز انجح هشتغل الوقت ده، هتلاقي فيه اطباء موجودين، وخصوصا في حالات خطر جدا موجودين في المستشفيات بال 24 ساعه وبيبيتوا ما بيروحوش. هتلاقي مهندسين في مجال عملهم اللي لازم يسلموا مكان معين في توقيت معين ما بيناموش. فالجمل دي احيانا بتبقى مستفزه لمهن كتير. واقول ان انا شفت صعوبات، انا شفت صعوبات اكتر في مجال المقاولات، في مجال الناس اللي بيشيلوا اسمنت، ولا في مجال الناس اللي بيعملوا مجهود بدني وذهني. احنا مجهودنا اكتر ذهني، لكن هم بيعملوا مجهود بدني كبير جدا. طبعا فكره ان انا عندي هدف وعايز اوصل له، هي دي الجزء الثاني من كلام حضرتك. هو ده اللي انا عندي هدف، فبالتالي اللي بشوفه في شغلي اسمه متعه، ما اسموش صعوبات. انا بستمتع بالشغلانه دي ايا كان هي ايه الشغلانه. يعني لو انا ما جاتليش فرصه ان انا اعمل الشغلانه اللي انا بحبها، هعمل اي شغل. انزل من بيتك روح الشغل،
انا معايا بكالوريوس، ازاي اروح اشتغل ويتر في محل او في مطعم؟ ايوه انت ما بتعملش حاجه عيب. اللي عنده هدف بقى، اما هي دي لازم يكون عندك هدف. وحب الشغلانه دي. أيوة. حبها. انت اسمك نازل رايح الشغل، انا هيدوني 3000 جنيه هعمل بيهم ايه؟ ماشي، بديلك ايه؟ قاعد على القهوه مستني باباك لغايه ما ياخد المعاش ويديلك مصروفك ما تنزل، ان شاء الله ده يجيب لك مصاريف انك انت رايح جاي. من رايح جاي دي هيطلع لك شغلانه ثانيه وشغلانه ثالثه وشغلانه رابعه. لكن طول ما انت قاعد في البيت جنب بابا او بتقابل اصحابك على القهوه عمر ما هيجي لك فرصه شغل. مزبوط. انزل روح الشغل. مزبوط. شكرا لحضرتك. اختار انت يا اشرف، ريحنا انا من الحكايه دي. ايوه هو اختار. انا بحب حضرتك جدا، وكنت شايف هل دور نخنوخ ممكن يتعمل كفيلم، وهل المنصات بقت منصات كتيره جدا ممكن تاثر على دخول السينما، ان الواحد يقطع تذكره وان هو يخش السينما؟ يعني هو ممكن يقول مثلا انا هقعد في البيت واتفرج على الفيلم، فهل ده ممكن ياثر مع المنصات؟ يعني بص هكذب عليك لو قلت لك ان عارف، يعني انا لو عارف من بدري ان هيطلع حاجه اسمها منصات، حتى لو عرفت برضه مش عارف كنت هعمل ايه. يعني ايه اللي كنت ممكن؟ وهل هي هتاثر على السينما؟ مش مأثرة. ما افتكرش انها اثرت. يعني بيعملوا حاليا ملايين. كم كبير من المنصات بالعكس، هي عامل مساعد للافلام اللي هي مش عايزه السينما وطبيعه السينما ممكن الناس بتشوفها في البيت. لكن حتى على مستوى العالم يعني المنصات موجوده لكن السينما موجوده. قالوا كده لما طلع شرايط الفيديو انها هتاثر على السينما وبتاع، ما عملتش حاجه. السينما ليها سحر خاص، القاعه المغلقه المظلمه دي ليها سحر خاص، لذلك الناس بتروحها في كل حته في العالم. ازيك يا استاذ اشرف؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. احنا دلوقتي سمعنا قوي عن مشاريع حضرتك الفيري كرييتيف في الفن اكتر او كده، بس في سايد مهم جدا من شخصيتك احنا عارفينه كويس قوي، وهو ليه علاقه بحبك وشغفك للاكل، وده يجي منه المشروع اللي حضرتك دلوقتي عامله. عايزين نعرف القصه بقى جت ازاي، وازاي بقى في الاخر من كوميديان وفنان وكده قررت ان انت دلوقتي يبقى تركيزك جزء منه للاكل والطبخ؟ انا فتحت اكتر من مشروع اكل والحمد لله ما نجحوش، فده بيستفز. بس انت عملت بقى مطعم؟ الحمد لله. والحمد لله نجح، يعني فضلت وراه. انا يمكن اللي هو بتاع مطعم اكل بيتي ده حصل لي موقف لطيف جدا اليوم اللي انا قفلت فيه. في لقيت ايه يوميا، الكلام ده 2003، فلقيت واحد هو بعينه نفس الشخص يوميا بيروح يطلب سلطة فراخ بالمايونيز، كانت ساعتها بخمسة جنيه سلطة فراخ بالمايونيز، فبيطلب اتنين سلطة فراخ بالمايونيز بعشرة جنيه يوميا. تمام. مش جنب أكل، لا لوحدهم. يعني سلطة لوحدها. فاستفزني الموضوع ده، فكان في الشيف موجود، قلت له لو سمحت اعمل لي اتنين سلطة فراخ بالمايونيز. لقيته بيستخدم في الاتنين سلطة فرخة. الفرخة وقتها كانت بعشرين جنيه حضرتك. ده غير المايونيز وغير التصنيع وغير البتاع. قلت له حلوة قوي كده، سلام عليكم. رحت قافل. طبعا.